وسهلا فيكم مشاهدينا مره ثانيه، وزي ما عودناكم دائما احنا عبر شاشتنا دائما بنرعى كل المبادرات الخيريه. عندنا اليوم مبادره اطباءك يا اردن، هي احدى مبادرات فريق متطوعو الاردن، وهي مبادره غير ربحيه تهدف الى نشر الوعي الصحي لكافه فئات المجتمع. للحديث اكثر عندنا اليوم استضفنا عبد الكريم صالح العرموطي وخلود زايده. اهلا وسهلا فيكم، كيفكم؟ اهلا فيك. كل عام وانتم بخير اول شيء بمناسبه رمضان، وثاني شيء يعني بدنا نستفسر منكم عن المبادرة هاي، كيف تأسست معكم؟ كيف طلعت الفكرة من البداية معكم؟ أكيد. أول شيء شكراً لك على الاستضافة واهتمامك بالمبادرات الشبابية. المبادرة بلشت تقريباً من سنة وثلاث أشهر. كان أول نشاط لنا ب 16/1/2016. كانت البدايات بتقتصر على دار المسنين اللي هي دار الأسرة البيضاء. استمرينا هناك لتقريبا اكثر من 3-4 شهور، بعدين قررنا لازم ننتشر اكثر ولازم نساعد اكثر، فاستنتجنا انه لازم نعمل ايام طبيه وتوعويه في جميع انحاء المملكه. كانت البدايات في عمان، وحاليا الحمد لله قمنا باكثر من 26 نشاط كانت تشمل عمان وما شمال عمان، وإن شاء الله في الأيام الجاية راح تكون جنوب عمان، على أساس نشمل جميع أنحاء المملكة، المناطق الأقل حظاً، المخيمات، المناطق اللي تفتقر للخدمات وتفتقر للوعي الصحي نقدر نحكي إحنا. ممتاز. طب خلود احكي لي، يعني المبادرات اللي بتعملوها أنتم من يعني هي تابعة أول شيء لمتطوعو الأردن، وأنتم طلعتوا منها فرع اللي هي مبادرات طبية. إيش أحدث خلينا نحكي مبادرات عملتوها من خلال هاي المبادرة اللي طلعت آخر إشي؟ هلا قبل كم من يوم كان عندنا نشاط بمدينة سلط. زي إيش بتعملوا؟ يعني مثلا بيكون يوم طبي مفتوح؟ هلا يوم طبي بيشمل أول إشي الكشوفات، فحوصات طبية. ممتاز. ممكن نعمل كمان زي محاضرة توعوية. حلو. زي محاضرة توعوية بنحكي فيها مثلا عن أضرار التدخين، ممكن نحكي فيها. هلا نحن أول بس خلود، هاي في صورة من آخر نشاط عملتوه أنتم مع جلالة الملك رانيا، هاي كانت اللي بتحكي عنها اللي هي كانت بالصلت. بالصلت. النشاط زي ما بتحكي انت كان هو في محاضرات وفي جانب طبي كمان. في محاضرات وجانب طبي، وخلال المحاضرات والجانب الطبي وانه النشاط ماشي اجتنا زيارتنا جلالة الملكة. طبعا ما هي كانت عندكم خبر بالموضوع؟ لا، هي كانت زيارة فجائية، وطبعا هي كانت زيارة داعمة لنا، يعني نحن انبسطنا كشباب انه في حدا عم بتابعنا. يعني خاصة من جلالة الملكة. يعني انه رفع سقف المسؤولية عليكم بالزبط. يعني اذا كان مثلا عم تعملوا يعني خلينا نحكي 100% بصير بدكم تعملوا 110% بالزبط. كمان من ناحية المبادرات. بالزبط. طيب احكوا لي مثلا هلا المبادرات هاي كم عدد الفريق عندكم؟ كيف طريقة توزيعها يعني بالمحافظات يعني؟ بالضبط، احنا الهيكلة تكون من 16 شخص. طبعا الهيكلة عبارة عن تشمل جميع الفئات، عندنا طلاب مدارس داخل الهيكلة، عندنا طلاب جامعات، وعندنا دكاترة، وعندنا صيدلانيين، وعندنا أخصائيين. يعني ممتاز. يعني طب كيف بصير التنسيق بين مثلا دكتور وطالب جامعة وطالب مدرسة؟ احنا ننقسم لقسمين، جانب تنظيمي وجانب طبي. جانب التنظيمي اللي هو بيشرف على النشاط، يعني التحضير للنشاط، التواصل مع الأطباء، التواصل مع المكان المخيم اللي راح نتواصل اللي راح نروح نعمل فيه اليوم الطبي. طبعا انه يكون في من جميع الفئات، طالب، دكتور، هذا بيشمل لك جميع الجوانب، يعني شيء ايجابي بالنسبه للنشاط. ممتاز. الحمد لله احنا بنقدم نشاطات وبنحضر لها بطريقه، كانت زياره جلاله الملك بالنسبه لنا مفاجئه، بس كنا محضرين للنشاط بطريقه انه نقدر نستقبل جميع الاشخاص. الحمد لله بالنسبه انه عملنا نشاطات لدرجه انه لفت انتباه جلالة الملكة انها تيجي تزورنا وتدعمنا، طبعا هذا بعطينا حافز اكيد انه نكمل لقدام ونعطي زي ما تفضلت انت، بدل 100% نعطي 110%. بالضبط. طيب خلود احكي لي هلا، يعني انتم لما تحكي الكومبينيشن هذا اللي بيصير بين الدكاتره وبين طلاب جامعات وبين طلاب مدارس، بتلاحظوا مثلا في اقبال من الدكاتره للعمل التطوعي؟ يعني لما تحكوا لدكتور مثلا احنا في عندنا مبادره اطباءك يا اطباءك يا اردن،
بتعاونوا معكم، بصير في عندكم عندهم اقبال انه يعني، ولا بس في ناس معينين انتم متعاملين معهم بشكل دائم؟ خلينا نحكي هلا نحن زي ما بنعرف انه العمل التطوعي ما بيقتصر بس على فئه واحده من المجتمع، اكيد لازم يشمل الكل، لازم يشمل، بس هو بيجي من داخل الفرد يعني. تمام. تطوعي ما في عليه، لا ما في انه شيء اجباري، لازم انه يطلع الشيء من جوا عشان يكون على انه صوره حلوه. هلا لقينا كثير اقبال، يعني نحن مثلا نشاطاتنا بننزلها على صفحه الفيسبوك تبعيتنا، ايش اسمها؟ دكتورز اوف جوردن، اطبائك يا اردن. هلا هون بينزل النشاط، بينزل تقريبا قبل اسبوع، قبل هيك نحكي، بصير في ناس عم بتقدم، بيقدموا من مختلف، بيقدموا من انه طلاب بجامعه، مدرسه، بيقدموا دكاتره اخصائيين، وفي نحن ممتاز. انا هذا اللي بدي استفسر عنه، لانه هي مبادره اطبائك، يعني الكادر التنظيمي مع كل الاحترام له ممكن اي حدا مثلا ممكن انه يعني يقوم فيه كدور، بس الجانب الطبي العلاجي لا، يعني لازم يكون طبيب مختص. في اقبال يعني من الاطباء عليه الموضوع؟ الحمد لله في اقبال. بالاضافه لهذا الشيء في عندنا نحن كمان الاطفال، مثلا الاطفال اللي بيكونوا موجودين بالمكان، بيكون في عندنا المتطوعين اللي هم نحن بنقول المتطوعين هم طلاب المدارس اللي ما لهم انه كثير دخل بالتخصصات الطبيه، أكيد. هم بيمسكوا الاطفال، بيلعبوهم، بيرسموا على وجوههم، يعني بيعملوا لهم نشاطات مختلفه اثناء اليوم، عشان انه يبسطوهم شوي، انه ما يحسوا انه شيء روتيني. كيف عبد الكريم اقبال الناس؟ هلا احنا صراحه بنروح على اماكن زي مخيمات، زي مناطق اقل حظا، فبيكون الضغط كبير اصلا، اكيد بحاجه، انهم لانه عندهم نقص في هاي الخدمات، فاحنا بنروح بيكون في حاجه ماسه لهذا الشيء. فاحنا تقريبا بكل نشاط نستقبل بين 300 ل 500 مريض. ممتاز. عندنا عمليات صغرى على فترات معينه ولا يومين ثلاثه بياخذ؟ على يوم نفس كامل، نفس اليوم، على يوم كامل. طبعا بنشكر الاخصائيين والجهات الداعمه طبعا اللي بتدعمنا، شركات ادويه بتدعمنا، مستشفيات بتدعمنا. ايش الحالات اللي بيعالجوها؟ يعني مثلا خلينا نحكي بصير في كشف طبي هو بالبدايه، أكيد. طبعًا. على الحالة المرضية أو مثلاً على حالة يعني بس جاي أنا؟ لا طبعاً، هو بتم الاستقبال للمريض، بدخل على أول إشي على عيادات الطب العام، بكشفوا عنه، بعملوا جميع الفحوصات، بعدين هم بقرروا لأنه أخصائي. طبعاً إحنا بيكون معنا جميع التخصصات من جميع الدكاترة، يعني أكثر من عيادة، متنقل يعني يعتبر. هو الهدف تبعنا زي ما تقدر تحكي إنه نكون عبارة عن كرفان متحرك في جميع أنحاء المملكة، مستشفى متحركة في جميع المحافظات. هذا الهدف اللي احنا زي ما حكيت انه في تخصصات كثيرة، يعني بعد ما يتحول المريض بس يكشفوا عليه الطب العام بيحولوا للأخصائي، بيحولوا للأخصائي. طبعا احنا تقريبا معنا جميع التخصصات، يعني بيشوفوا حالته وضعه حسب الطب العام، ممكن يحولوه لدكتور باطني، وعندنا طبعا مختبرات، عندنا ممكن يفحصوا له دم، اشعه، وعندنا عمليات صغرى داخل النشاط، بتم عمليات صغرى داخل النشاط. بالاضافه لهذا الحكي نحن اول حمله بلشت بسرطان القولون، ويعني مثلا اذا شفنا انه الحاله المرضيه تبعته انه ممكن انه لا سمح الله يكون عنده سرطان القولون، بنعمل له الفيت تيست، وهذا بيكون مجاني منا، وبنصير انه مثلا انه نعطيه ايش بده يعمل، انه لو لا سمح الله لو طلع بوزيتيف بنصير نقول له ايش لازم الخطوات اللي تكون. ومن جديد قاعدين عم نتعامل مع مؤسسة سرطان للحسين، وهم موجودين معنا عم بيعطوا حملات توعوية، يعني ضمن حملتنا انه بيكونوا واقفين قاعدين عم بيشرحوا كيف سرطان الثدي وانه الاشياء اللي نتجنبها. طيب ممتاز، يعني انتم بتحكوا عن يعني شيء كثير روعة، خلينا نحكي، لانه يعني صحة المواطنين وخاصة بمناطق انتم اللي عم بتزوروها زي ما انت تفضلت، هم عن جد بحاجة. خبرونا برمضان شو لكم نشاطات؟ برمضان صراحة أتوقع الجدول مزدحم، لأنه تعرف زي ما تحكي شهر الخير، أكيد. الحمد لله. رمضان تقريبا كل أسبوع راح يكون فيه لنا نشاط، هي ما راح تقتصر على أيام طبية فقط، يعني راح نروح إن شاء الله على زيارات على المحافظات، على بيوت الناس في المحافظات، طبعا الأسر المحتاجة اللي هي إحنا طبعا عندنا زي ما تحكي داتا بيز لها. راح نروح نعمل زيارات لعشر عائلات، 15 عائلة ببيوتها. ببيوتها نعمل طبعا، نيجي احنا زي ما قلنا لك، نيجي احنا والاخصائيين معنا. ممتاز. ندخل عندهم على البيت نفحصهم فرد فرد، معنا طبعا الصيدلية اللي بيكون له بحاجة لمرض، بيكون معه مريض ممكن حوله على اخصائي على مستشفى، عندنا تواصلات مع اخصائيين بتتابعوه يعني بعد المبادرة. طبعا صار في حالة انه اكتشفنا ثلاث حالات لسبع حالات سرطان قولون، وتم تحويلهم ومتابعتهم مع الطبيب المختص. ممتاز. يعني ما بنت يعني مش بنفحص وبنترك.
احنا بنحاول نتابعه ونوصله نوصله انه ينشفى من هذا المرض، مش بس فقط اكتشافه. هاي الفكره مبادرتنا اللي هي الاستمراريه. يا رب يلا يعني الله يعطيكم العافيه. الله عبد الكريم خوله، يعني بصراحه الحكي اللي حكيتوه جدا يعني معبر، واحنا بشهر الخير وانتم اللي بتعملوه يعني فعل كثير خير، يعني الله يجازيكم بالخير، الخير الاحسن منه كمان. يعني انتم معالجه الناس خاصه، انا متاكد انه كمان مجاني هم من الاشخاص اللي مثل هيك. الصحه لا تعوض، وانتم عم بتقوموا بدور انه عم يعني صحة المواطن أهم من كل إشي. يعني ممكن الواحد يأكل أي إشي، ممكن يشرب أي إشي، بس صحتك ما في إلها بديل. يعطيكم العافية وشكراً لتواجدكم معنا. شكراً لكم مشاهدينا، هيك بنكون خلصنا الساعتين.